والله وبركاته. اليوم حصور اول فلوق لي في القناه، راح نروح محلات مره كثير، حنروح مجمع جماعه الخير يبيع بلابل ويبيع اشياء رهيبه، فحنصور لكم هناك الالعاب الموجوده، وحنروح اكثر محل، حيكون اول فلوق لي في القناه، فان شاء الله بنعجبكم. اصلا من يوم بدايتكم قاعد طالع هنا في الشاشه، انا فوق طالع في الكاميرا. اوكي، اخطاء حسيت اليوم اخطاء مره كثير، فاتمنى مقطع اليوم يعجبكم. وطبعا قبل ان نفهم مقطع كذا نسوي لايك واشتراك تفعيل جرس التنبيهات وبس يلا خلينا نبدا. اول شيء كان صعب في المقطع المقدمه الطلبات، عندنا اليوم 14 طلب حنوصلهم كلهم اليوم، وهنا المنتجات كمان. ما اعرف الصراحه حسمي المقطع اليوم ان ايش حيكون العنوان، بس هو يعتبر فلوج، يعني حصل لكم كل شيء حاسويه، بس من اهم الاشياء اللي في المقطع ان حازوهم محلات العاب مره كثير، حاسالهم على البلابل، حتشوفوا بلابل المميز اللي عندهم حنشتريها وحنجي نفتحها كمان في مقطع اليوم. يا جماعه الخير، زي هذه النوعيه مقاطع تكون تعجبكم، لان حصور زيها كثير في الاجازه، فانا لسه هذا اول مقطع صور راح انزل لكم بعد كم يوم، فان شاء الله نعجبكم وبس، مشاهده ممتعه. اول شيء حاروح عندنا احنا غرفه حاطين فيها كشف مواقف فاضي ما في السيارة، عندنا غرفه حاطين فيها اشياء، هو زي مخزن حاطين فيه كمان اشياء البلابل. نشوف نفتح اللمبه، فشوف هي هذه الغرفه اشياء بلابل، يعني شوفوا حط فيها مثلا علبه التيربو، وهنا فوق الاكياس هذه الكبيره ترى هذه كلها علب بلابل، وفي فوق كمان عنده لسه في الاستوديو واحد لسه ما تملى بالكامل. هذه كل الاكياس حتشوفوه في مقطع واحد، حيكون مقطع خرافي. يا جماعه الخير، اخيرا بسجل الخط ساعه ونص، المحلات بعيده بس يعني محلات كثير، فما كنت حاب اني اروح محل بعدين محل بعدين محل، وممكن الاقي وممكن ما الاقي محل، بس فيه البلابل مقلده وتعتبر توب بلاد. كان محل وهنا في محلين كمان، خلينا نشوف. فولا محل عنده بلابل، محل من اللي قبل شوي عندهم، فالحين حروح محلات ثانيه. شوفوا هنا وي في محلات كثير هنا. السلام عليكم. ما في احد شكله. شوفوا هذه الالعاب اللي فيه، شوفوا في بلابل هناك نفس الشيء، سبينر ما موصلي. شوفوا ايش لقيت قبل شوي، طلع بجاب برا المحل لقيت هذه زي علبه حظ فيها لهيب وفيها بلابل جي تي، يعني علبه غريبه صراحه. لقيت هنا شركات ترى اول مره قاعد تشوفها، لقيت هنا المنجل الجارح السيف القاطع، يعني المشكله انك تفتح علبه تلاقي اشياء ثانيه يعني ما هي نفسها. الاشياء هذه اللي لقيتها حاخرج من المحل، حاخذهم الثلاثة هذول، حشوف كيف بعد شوي في الاستوديو يعني لما نفتحهم. خير اشتريت البلابل ونروح محلات ثانيه الحين. محل العاب كمان يقول ان عنده بلابل، شكله هذا بس محل كذا صغير كذا، كنا داخل بيت سحبه قصدي. ايش المحل ذا يا جماعه الخير؟ شوف كيف هنا؟ كيف رجعت لاول محل، شايفين بعد اخر محل رحت له؟ كان هو ذاك اخر محل، وحسيت انه في اماكن كثير بس طلع في شويه اماكن كذا يعني، فلسه في اماكن ثانيه حروح لها. عموما الثلاث اشياء اللي اشتريتها انا حفتحها في الاستوديو، بس حفتح واحد الحين في محل العاب في هذا اللوك اللي شايفينه في الاستوديو. حفتح هذا، هو علبه حظ فيها اللهيب في هذا شو اسمه حامل جي تي، يب في لهيب الجي تي، وفي هذول الاثنين كان بلابل جي تي. الشجاع هذا شجاع الجي تي خاصه يجي في علبه فلاتيه. وشوفوا هنا تحت هناك فيها جهاز اطلاق ريفكارد حقه مو نفس الاصلي، شوف كيف من فوق غريب شويه. في برضه بلبل بس جودته اسوء شيء في الحياه، يعني حرفيا ايش فيه ايش هذا؟ خلينا نفتح معاكم. اوكي هو هذا لير الشجاع، بس مره غريب اللير كذا ما ادري كيف، فيها تيث طبعا كمان. وهذا الديسك، ديسك السيف من التيربو، ديسك ال1 داش توجا كان اسمه، والدرايفر اول مره اشوف حياتي، شايفينه غريب، شوف كيف بركبه الحين معاكم وبشوف كيف. اوكي التيث كويسه بس وزنه مره خفيف. شوف هذا الاستوديو اللي انا فيه قبل شوي كنت هنا، وقبل شوي دق علي ابوي قال انه وصل، فالحين حنروح للمحلات الثانيه. يلا خير، دخلت هنا مجمع ثاني برضه يبيع، يعني في محلات مره كثير برضه يبيع بلابل. شوفوا مليان محلات هنا. حادخل محل الحين، ولقيت عنده منتجات كثير صراحة عن البلابل، يعني شوفوا مثلا هذا، شوف هذا المنتج، وفي برضه منتج ثاني حيعجبكم. السلام عليكم. السلام. كم هذا يا شيخ؟ هذا طيب 50. 50 ريال؟ اخوان عندنا ارخص يا اخوان، شوفوا متجرنا، راح احط لكم دحين الصورة حقت المنتج مع السعر. دخلت محل ثاني برضه يبيع بلابل، اكثر شيء شدني العلبة هذه.
طيب طلع لي هذا بيبي معك حديث من الطاووس مدام مدمر او شيء زي كذا، فبشتريها الحين وبشوف. يا جماعه الخير لقيت محل ثاني هنا يبيع برضه بلابل. كم هذا يا شيخ؟ 45. يا جماعه في متجر ارخص يا جماعه، روحوا شوفوا متجرنا حطلع لكم برضه صور هنا. الخير ايش لقيت؟ لقيت هذه الشنط اللي عنده في المتجر. فبكم هذه يا شيخ؟ 150. مع اسعارنا دائما خرافيه والله العظيم. حاطين الاسعار الارخص، هو سعر الاساسي اصلا 150 بس احنا مسويين عليه تخفيض الحين ب 120. فالحقوا على كميته وما توقع باقي كثير. اليوم الثاني يا جماعة الخير، طبعا رجعت البيت وبعد ما رجعت كنت جدا تعبان، لأنه بعد ما خلصت كل اللفة اللي سويتها رحت استلم بضاعة من المينا، وكان عندي كمان كم شغل لازم اخلصها في المدرسة. المينا هو المكان اللي يعني السفينة تيجي تحط البضائع هناك، فأنا رحت استلم بضاعة من هناك. فهذه الأشياء اللي اشتريتها أمس، هذه فتحتها أمس. باقي عندها ثلاثة بلابل دحين ما فتحناها، فحنفتحهم دحين وحنشوف كيف حيكون قوتهم. فتحناها طلع لنا الشجاع النسخة الزرقاء اللي جات في علبة ثلاثية من البلبل اللي هي بالجي تي. باقي عندها المنجل والسيف والطاووس والمارك حديد اللي جدا متحمس له، وهم كمان طلع هذا علبة حظ وممكن يطلع لك الطاووس والثلاثة من بلابل شو اسمهم زيرو جي. يب جدا متحمس لهذا البلبل. اشوف طبعا حاطين لاعب غريب اول مره اشوفه في المارك حديد، وحاطين هنا الطاووس، وهنا المفروض ان شعار بلبلين بس هذا شعار ما ادري ايش. هنا نزال زيرو جي حان بين ذا البلبلين. هذا البلبل وهذا هم اخوان اتوقع، بلبلهم لما يندمج شبه بلبل اخر من جد، فحسب اللي افتكره يعني حسب اللي افتكره من زيرو جي زي السادس البلبلين. ما نخاف حاطين لكم باب الاربعه ممكن يطلعوا لكم. عندي كل ثلاثه هذول بس الطاووس ما عندي، فالعلبه حتنفتح من هنا ويلا خلونا. اوكي طلع لي بلبل زيرو جي عادي، دقيقة حط جهاز اطلاق فيه وهذا مقبض. اوكي والله كفو، فطلع لي بلبل عادي. واو الجودة السيئة والله، خفيف وجودة مرة سيئة. المقبض وجهاز الاطلاق ربكا كلهم باللون الاخضر. شوف المقبض كيف غريب، توقعت والله حيكون يعني افضل من كذا على الاقل. توقعت هذا زر كمان اول ما جاني المقبض هذا، بس طلع له مو زر، فهو حيركب كذا. هذا هو جهاز اطلاق، جهاز اطلاق الزيرو جي حيركب كذا بالضبط يعني يب بهذا الشكل. معنا ريكورد اي والله دايم يعني التصميم حلو، بس لو انه اصلي وجود شوية افضل من كذا كان صار افضل من كذا من جد يعني، يعني كان طلب تقييم افضل من كذا. طبعا سيد اقول لكم انها قيم بلابل حفتحه في مقطع اليوم. البلبل هذا اقيمه 4/10، والبلبل هذا قيمه 3 ولا 2 كمان، انه مره مره سيء من جد يعني ما اتوقع ليش انه جوده سيئه او جدا شيء غريب. يا جماعه الخير جينا ببلين من الجزء الاول، وانا متحمس صراحه لهم الاثنين، وهذول الوحيدين اللي طلع جودتهم كويسه ممكن نهرب في المتجر، هذول الاثنين بس. حابدا بالسيف لانه علبه شدتني وتصميمها خرافي الصراحه، فهذا هو السيف القاطع على اللاعب صقر من الجزء الاول. وقاعدين نحطهم بلابل غريبه، هنا اتوقع انه افعى السديم لون الرمادي، والبلبل ذا ما اعرف شو هو اللي هنا. فاوكي سيف بلبلين من هنا، في بلبلين، هذا الخفاش وهذا الكلب المتوحش بس بلون مختلفه. من الخلف حاطين لير غريبه من موسم المانجا، وديسك مانجا كمان، ودرايفر مانجا كمان، يعني كله مانجا. فالله يستر لا يطلع بصخر بلبل مانجا، ولو طلع مانجا ان شاء الله يكون شجاع ولا لهيب يعني، برضه بلبل نسوي منه نقدر نسوي به مقاطع. اوكي 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 في شايف حد؟ لا ايش هذا؟ طلع بلبل مارك حديدية، ايش فيه؟ فيها طلع بلبل مارك حديدية يا جماعة الخير، والديسك جودته مرة سيئة. هذا مو ديسك الحديد يعني، هذا حق الثور العنيد من مارك حديدية، وهذا ما اعرف حق مين. شوف اللي هو شو يسموه؟ ايش؟ القطع العلوية او شيء زي كذا. هذه الصامولة حقت الباشق وحقت نصف الارض، والدرايفر يمكن حق الموج الخاطف، لا 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 حق ال كان اسمه، ايش كان اسمه؟ هو لاعب كذا البلبل حقه يدخل تحت الارض ويطلع مره ثانيه. وهذه هي البرغي كان يسموه حق الليث الظاهر. البلبل ما يركب يا جماعه الخير، لما الف الاخير بالمفك اللي جاء معاه يرجع انفك مره ثانيه. فشوفوا شايفين انفك غريب والله، كنت بيدي لين اخر شيء اقدر عليه بحيث انه ما ينفك. فبحاول الحين الجهاز اطلاق ترى من القديم يعني اللي كان يجي مع اول جزء البيبليد اللي كان مع حصان مجنح مثلا. هذا البلاف خلينا نشوف ايش انفك. اوكي قيم البلبل هذا اخذ 5، هذا اخذ 3، هذا 3 زيه. احس في ظلم، هذا ما يستاهل 5، هذا 4. اوكي اللي هو شجاع، لان العلبه انا عجبتني وتصميمها، وكمان البلبل يعني كيف عنده كويسه ومو مره خفيف زي هذول. هذول كان جيتهم اصلا مره سيئه،
فهذا جودة سيئة بالجهاز الاطلاق حقه ممكن يدفع له شوي، فعشان كذا طلب ثلاثة ولا المفروض ياخذ واحد. وهذا اعطيك كمان ثلاثة لانه نفس البلبل يعني تصميمه رهيب بس انه ما يركب. الحين جاء دور العلبة هذه اللي نتأمل فيها الصراحة، يعني دامر والمنجل، وكمان الطرف هنا حاطين تطور المنجل من المانجا، اول بلبل منجل نفس العلبة نفس تصميم السيف، فان شاء الله يطلع لي اول منجل من جد. فحفكها كذا بعدين افك اللصق عشان ما معي مقص ولا معي اي شيء، حتى ما قصوا في الاستوديو. اوكي في جهاز اطلاق، جهاز اطلاق معرك حديد، يعني بلبل معرك حديد. ايش البلبل؟ حديدة الدمع الحديدي ونفس الصامول اللي قبل شوي، بس ايش ال ايوه اللي هو اسمه هذا قاعدة حق الليث الضاري اتوقع، حديدة الدمع الحديدي. يا اخي ليه يحمسوني واحطه بس بعدين طلعنا معرك حديدية؟ لو اعرف المعرك الحديدية ما كان اشتريته. هذه حق الموج الخاطف، فك باشق تنين مذنب. اوكي هذه حلوه دام تجي كيف. هذا مين ذا حاطين نيران بس كانت تنين مذنب. وهذا بكب، خليني اجيب كيف يكون جهاز الاطلاق. لا تشيلنا شوفوا، فهذا بكب هذا حياخذ تقييم اعلى. يب حتى ما انفك، يستاهل اربعة، حتى تصميم عجبني لونه الوانه عجبتني، فاربعة اربعة ثلاثة ثلاثة. احاول ابحث لكم عن محلات العاب ثانية اقدر اروحها واصور لكم هناك المنتجات اللي فيه. فانا هنا في مجمع عندنا في الجدة، في الجدة الجدة في المملكة العربية السعودية عندنا مجمع كامل كذا كله محلات العاب. محلات ما يبيعوا يعني اوكي 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 دقيقة، ما يبيعوا اشياء اصليه وفي نفس الوقت يبيعوا اشياء مره رخيصه، فقلت ممكن الاقي بلابل يعني تكون جيده نوعا ما. وهذا اللي لقيته، باب جدا سيئه. محل فيه له 20 محل انا رحت 5 محلات، لو محل فيه له 100 محل انا رحت 10 محلات حرفيا. فكان في محلات كثير مره ما رحتها، اقدر اسوي مقطع ثاني اروح محلات ثانيه في نفس المجمع. هو بعيد شويه عن بيتي بس كل شيء يعني لعيونكم يعني من جد. كمان نسوي الفكرة اللي سويتها قبل أكثر من سنة، إني أروح محلات في أماكن متنوعة، إني مثلا أروح هنا تويزر أس بعدين أروح مكان ثاني مركز تعليم مبكر بعدين كذا، فيصير محلات كثير وآخذ من عندهم بلابل مع إنه ما عنده غير بلابل أصلية وأنا عنده كل بلابل أصلية. فأنا بحاول دحين أجمع كذا بلابل مقلدة يعني، وأسوي لكم مقطع جميل وإن شاء الله يعجبكم مقطع اليوم. ولا تنسوا اللايك والإشتراك وتفعيل التنبيهات، أول مقطع كذا يكون زي فلوق يعني. وبس وصلنا للختام، شكرا على المشاهدة، مع السلامة.